بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين سيدنا يا عظيم. فتنقلب خاسرين. نمر إلى الآية التالية. قالوا أو عندهم دائما ما يرجون، تجده تأمره كنبي بأمر إلهي، كنبي عليه السلام جميعا بأمر إلهي، يلقاه فتوى، يلقاه مخرج، رأوا ناس خباث ياسر، رأوا ما تتصورش، لا تطمئن إلى ما يظهرون لك من قول أو عمل أو تمثيلا أو لأن دائما يخفون برامجهم الشيطانية، يحبوا دائما يباختوا بشيء بيتونه ضدك ولا حتى يتخلصوا منك. وهذا يوقع في الأرض الكرم، خاصة بني أمية والعباسيين والمماليك، ولو كان بعض المأمورين كما خليفة الخامس رضي الله عنه، وهذا العباسيين وبعض المماليك فيهم ناس صالحين، ما لازموش ننكروا اللي صلاح ليس له علاقة بهم في مجملهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني رايم أنا حايزين ناس لا يقهرون، جبارون، وربما جبارون جاهد اللغة العربية من جبر الكسر، في تجبر الكسر، قد عملت عملا صالحا أفرحت بالمكسور وأهل المكسور وكل من يهمهم صحة المكسور. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، ولي هنا الرئيس المرحوم علي رضوان الرحيم المهندس قال يغيره، قال الجبارين، أرض الجبارين، لأنه مثبت فيه على كلامهم اللي حكموا على الكنعانيين، أي اللي يسكنوا الأرض المقدسة الماضي، احنا ننصحوا راهو قاعد نكلم فيكم لتصحيح التاريخ الملوث من طرف بني سليمان والكناس أجمعين إلى القليل منهم. يقول قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخل، لن يعني حاسمين، هذه حاجة مش تكلفنا أسرة وتكلفنا مقتلة وما نشوف معك، وما دائما يلوجوا كما كانوا المنافقين في المدينة المنورة، كانوا نفس الشيء، بمعنى كيف يجي أمر من الله عن طريق القرآن ويصلهم الخبر، يجيوا يلوجوا مع هذين ويقدموا لرسول الإسلام عليه السلام حتى يكون من القاعدين. ونعرف الآيات دي قد مررنا بها آنفا. وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها. شو قداش الدليل، قداش خاطرين مسكة الوقت، ما يدخلوا ولا لم يخرجوا الجبارون، أي المالكون الأصليون، هم اللي في الإسلام تلقاها الكلمانية المرضية عند النصارى في الإسلام وفي الإسلام، حتى يخرج منها، فإن خرجوا منها عاش مش يزرع ومش تمناه يخرجوا باش يسأل له احتواك الأرض المقدسة. وهذا دائما يلوجوا اللقم البارد، وهذا من علامات السقوطية متاع بني سليمان، كي سقوطية الكرب أجمعين إلا من رحم الرحمن الرحيم.